أستاذ عطرون، هناك سؤال جوهري يطرحه المتابعون للرأي للشأن العام والشأن السوداني خاصة، أين هم الفرقاء الأطراف المدنية التي اقتربت من تسلم السلطة لولا اندلاع هذه الحرب؟ أين يتواجدون اليوم؟ على أي مسافة يقفون اليوم من الحرب الدائرة، من هذا الصراع المنهك للمدنيين خاصة؟ شكرا لك. أنا أعتقد أنهم الآن بينتظروا تلك الأطراف السياسية من أحزاب الخرطوم، بينتظروا أنه أحد الطرفان ينهي يحسم الحرب لصالحه ويأتي إليهم بالدولة في صحن من ذهب. وده المؤسف، لأنه ده جزء أساسي من أزمتنا في السودان، والمشكلة مفترض تحل في داخل السودان ما بين السودانيين، وأنه أمريكا والسعودية اختطفوا ملف وبدأوا في الاتجاه اللي ممكن يمكنوا الطرفين اللي عسكريين، والاثنين بيشكلوا الأوليغارشيا، الاثنين أوليغارشيا الشمال الجلابي اللي بيدير السلطة من ضباط البازنجر كما نسميهم في محليا، والطرف الآخر هو من قوات الدعم السريع التي تطورت من قوات الجنجويد سابقا، وهم أيضا أقلية في غرب السودان. والأطراف الأخرى الإيغاد ومنظمة الاتحاد الأفريقي ومصر وجنوب السودان، تدخلاتهم لو كل ما جنوب السودان هو أقرب لأنهم يفهم طبيعة الأزمة في السودان، وبالتالي أنه المجموعات السياسية اللي موجودة في الداخل الأفضل بالنسبة لهم وبالنسبة لجميع السودانيين أن نتوجه إلى إيجاد دولة ونظام ديمقراطي في السودان، لأنه حاليا لا يوجد لدينا دولة بالمعنى الواقعي كما ذكرت، ويوجد نفوذ لجماعات عسكرية، وهذه الأحزاب الستة اللي هي الأحزاب العروبية الستة الموجودة في الخرطوم هم بيمثلوا وجهة نظر المنظور العروبي اللي موجود في السودان، وكذلك الحركات من المجتمعات الأمم الزنجية في غرب السودان وجبال النوبة ومناطق الفون، كل واحد منهم اكتفى بالسيطرة قبيلته من قبيلة في الداخل، ولم نقدم حتى اليوم كلنا يعني الناس الموجودين في الداخل باستثناء طبعا نحن في مركز دراسات السودان المعاصر، قدمنا رؤيتنا إلى بناء دولة ونظام فيدرالي وتدستر، وذلك بيبدأ من وقف الحرب في الداخل وإعلان موقف من قبل الأوليغارشيا الشمالية التي تحكم السودان من 67 سنة، وإعلان موقف مبدئي أيضا من الأوليغارشيا الدعم السريع أو القوات اللي بيعتبروا أنفسهم عرب في دارفور وكردفان، وإعلان موقف أيضا من الحركات المسلحة حركات السودان الجديد، وبالتالي نبدأ أساسا إذا نبدأ في عملية الحل السياسي نبدأ أول حاجة بإعلان مبادئ داخلية، وإعلان المبادئ الداخلية يتحطم علينا جميعا أن نعترف بالحقوق المشتركة للسكان وبالمسالح المشتركة للسكان وبالمسؤولية المشتركة لجميع القوى، يعني لا يوجد طرف اليوم يمكن أن يمثل سيادة السودان ويتحدث باسم السودان، وما يقوم به البرهان ومجموعته هو استمرار للتغول السابق على سيادة الدولة بدون تفويض وبدون شرعية وبدون أهلية، وأيضا قيادة الدعم السريع عندما يتحدثون في بعض خطاباتهم في أنهم يريدون أن يحموا هيبة الدولة، أيضا تسلط على هوية التحدث باسم السكان السودانيون إلى اليوم، وباستمرار الحرب في داخل المدينة انهارت آخر شكل يمكن أن نسميه شكل الدولة في الداخل، وانتهت الأمور إلى يعني الأوضاع القائمة إلى مجموعات تتصارع من أجل السلطة. الأحزاب السياسية في الداخل يجب، ومعظمهم من الشمال كما ذكرت، يجب أن يبدأوا بشكل مباشر في طرح طريقة مؤتمر لصناعة الدولة، والتي تبدأ بوقف الحرب، وهذه الحرب تدمر البلاد. إذا استمرنا المرحلة الثالثة والأخيرة إما ستنتهي كل مجموعة من المجموعات القائمة التي تحمل السلاح. أمس مهم جدا نذكر أنه الحاكم المفوض من قبل الخرطوم على دارفور أعلن خطاب ما يمكن أن يدشن لحرب أهلية في دارفور، وكثير من هذه الخطابات التي لا يمكن أننا نقول لدينا دولة موحدة أو لدينا مشروع سياسي متفق عليه،
لأنه الناس نمشي في اتجاه إلى بناء نظام ديمقراطي. ولذلك الأهم في أننا لا نترك الأمور لدول مجاورة أو لقوى أجنبية. طيب. صحيح. سنعود إذا النقطة تبدو لي مهمة للنقاش تدخل القوات الأجنبية.